كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيد الأيام عليكم بخير. موجودين في أيام المقدسة من السنة، وحيدخل علينا أقدس أيام الصوم الكبير إلا وهو الأسبوع الآلام. ربنا يعيد علينا بالخير والبركة، وربنا يجعلنا مؤهلين أن نعيش أسبوع الآلام بالحقيقة. خطة الله للإنسان أن يرث ملكوت السماوات، مفيش خطة تانية لربنا إلا إنه الإنسان يرث ملكوت السماوات. لذتي في بني آدم، وأسس ملكوت السماوات قبل إنشاء العالم، قبل ما يأسس العالم وقبل الخلقة كلها أسس ملكوت السماوات لكي يرث الإنسان معه ملكوت السماوات ويعيش إلى الأبد في حضرة الآب. في مثل العزارة، العشر العزارة، قال حينئذ يشبه ملكوت السماوات بعشر عزارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. العشر العزارة بيمثلوا المسكونة، والعشر العزارة كلهم من الخارج متشابهات ومنطبقات على بعضهم في الشكل الخارجي، يمثلوا الخليقة، أي أن الله أعطى لكل منا الإمكانيات الكافية ليرث ملكوت السماوات، عشان ما يكون أنت بلا عذر أيها الإنسان، عشان ما نقول كده نتعذر ونخلق الأعذار إنه ربنا أدى إمكانيات لناس وما أدى إمكانيات لينا نحن. أدى الإمكانيات للجميع كلا حسب طاقته، يمثلون العالم كله العشرة عزارة في إيه؟ في الشبه، في الإمكانيات التي أعطاها لنا الله. قال أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس. كل الهدف بتاع المسكونة إنه يتمتع بلقاء العريس ويتمتع بالعريس في ملكوت السماوات. يبقى كل هدفنا من هذه الحياة، الهدف الأسمى والهدف الوحيد أننا نقابل العريس في ملكوت السماوات. وكان خمسا منهم حكيمات وخمسة جاهلات. هنا ظهر الفرق، ظهر الفرق في المسكونة. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل عمل الله. عشان كده احنا عايزين نكون النهاردة نشوف احنا تبع العزارة الحكيمات ولا تبع العزارة الجاهلات. ما احنا كلنا بنيجي نصلي، وكلنا بنيجي الكنيسة نحضر القداس، وكلنا بنيجي نتناول ومتاح للجميع مجانا. هل الجميع استفاد من حضور الكنيسة ومن التناول من جسد الرب ودمه سر الحياة؟ حطوا ربنا زي ما بقول عقلة في المنشار، قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. هل كل من تقدم للتناول فينا مستحق هذا السر العظيم؟ هل انتبهنا لما بندخل الكنيسة وضعنا؟ هل لما بدخل الكنيسة بقول أنا من كسرة رحمتك، مش مش بإيماني ولا ببركتي ولا ببري، كسرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك؟ والكنيسة دي مكان غير أي مكان خارج هذا المكان، لها القداسة ولها الخشوع ولها الخضوع لأنها بيت الله وبيت مقدس. ولا بد لما أدخل الكنيسة أنسى العالم ورا مني، وأعرف إن أنا واقف في حضرة الله وما يجب أن أفعله وأنا واقف في حضرة الله. مش نونس ونضحك في الموبايل ونلبس ملابس لا تليق ونجيب سيرة بعض وإحنا أثناء واقف في الكنيسة. عشان كده ما كل اللي دخل الكنيسة مبرر، فعشان كده نعمل حسابنا إحنا تبع العزارة الحكيمات ولا العزارة الجاهلات، عشان ما نفرح بالعبادة الشكلية
واطمن على نفسي أنا الحمد لله بتناول مرة في الأسبوع، الحمد لله بتناول مرتين، الحمد لله في الصيام بتناول كل يوم. إيه فائدة التناول داخلي؟ هل وجد تغييرا؟ هل نما بي روحيا؟ هل سلكت كما ينبغي لابن وابن ابنة المسيح؟ ولا هو هيك عادة بقى روتين هو ماشيين الكنيسة بنضيع وقت بدل ما ايه مش عارفين نضيعه فيه. بركة روحت الكنيسة، بس مين اللي بيستفاد من الكنيسة؟ خمسة منهم كان حكيمات وخمسة جاهلات، أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا. حتى في الشكل الخارجي كان عم مصابيح، بس للأسف الشديد الداخل كان فاضي. الأعمال الحسنة والعمل الصالح وعمل الروح القدس الذي يثمر في داخل الإنسان كان إيه؟ بلا نتيجة. عشان كده ربنا حذرنا قالوا لا تطفئوا الروح. خليكم صحيين وواعيين إن الروح اللي ادهولنا ربنا في داخلنا نعمل جاهدين الله يطفئ هذا الروح. يبقى الجاهلات عملوا ايه؟ مشوا كده فاضيين يعني زي سهيانين، سرقاهم السكينة في العالم، اهتموا بهموم العالم ومشاغل العالم، واهتموا بنفسهم واهتموا بالنرجسية والأنانية بتاعتهم، وعاشوا لوحدهم فقط، وما استحق الحياة لمن عاش لنفسه فقط. دول الجاهلات. شكل الحكيمات نفس الشكل، حتى المصابيح شايلينها بس للأسف فاضية من العمل الصالح. كانوا ايه هدفهم؟ ارضي. كان اهدافهم زمنية ووقتية، لم ينظروا الى الابدية، لم ينظروا لما بعد الموت. هنشوف دول حصل لهم ايه وحصل لهم ايه. اما الحكيمات فاخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. كانوا عايشين حياة الاستعداد، كانوا عايشين حياة الجهاد انه يعملوا عمل الله، كانوا عايشين انهم يجاهدوا ان يعيشوا في طاعة الله. كان هدفهم هو الله والله فقط. كانوا ينظروا للأبديات ويعملوا بكل جد وبكل اجتهاد أن ينفذوا وصية الله لكي ينالوا المواعيد. دول مين؟ دول الحكيمات. خذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. كلهم مستنيين مين؟ العريس. بس في منهم جزء ايه بيقول مستني وهو في حالة استعداد، وبذل ما في طاقته وجهده في انتظار العريس، والآخرين زي ما بيقولوا يعني ايه ناموا كده على ودانهم وخدت بالك وافتكروا ان هم خالدين في هذا العالم وان اليوم الموت لن يفاجئهم في وقت من الأوقات، وعاشوا بلا هدف. هدفهم كان أرضي بحت. ايه نعسنا كلهم ونمنا لما أبطى العريس. توقع أن النهاردة هيجي ما جاش، بكرة لا، بعده لا، بعده لا، سنة جاية لا. ولما أبطى العريس نعسنا كلهم ونمنا. بتشابهوا برضو، العالم كله بتشابه، بس في ناس نامت على حياة الاستعداد وناس نامت وهي في ايه زي يقول تباطؤ وتكاسل كامل تجاه الله. فرحت بالدنيا، فرحت بالدنيا وباعت الأبدية واشترت الدنيا اللي هي عمرها ما هتخلد فيها ما مكان. ولو حسبنا الزمن اللي بنعيشه في الدنيا بالنسبة للناس بالنسبة اللي هنعيشه في الأبدية لا يقارن. أبدية لا تنتهي، لها بداية وليس لها نهاية. أما العمر فله بداية وله نهاية، وإنه ربنا قال عليه إنه بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. بخار كيف؟
يكون الحل على النار كده نفتح الغطا يطلعوا شوية بخار كده يوصلوا السقف يا ما وصلوا. ده العمر اللي احنا بنجري فيه زي ما يمكن كد فيه، وعايزين زي ما يقول ايه زي ما عايزين نكنز ونقتني، ونسيين ان وراء هذا العمر أبدية لا تنتهي. فلما أبطى العريس نعسنا كلهم ونمنا، ففي نصف الليل في ساعة لا يعرفها أحد صار صراخ عظيم هو ذا العريس قد أقبل. ده لما يبوق البوق، ده لما يأتي ساعة الموت للإنسان تيجي في غفلة منه. وكلنا عارفين الموت ما عنده سبب، العيان بيموت والصحيح بيموت والكبير بيموت والشيخ بيموت والطفل بيموت، أمر الحياة والموت في يد الله والله فقط، ليس أحد آخر بيده الحياة والموت إلا الله فقط. ففي نصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل، فأخرجنا للقائه. كلهم طلعوا، حتى اللي سرقاهم السكينة، حتى الذين عاشوا في حياة التكاسل وحياة التراخي تجاه حياتهم الروحية وتجاه الأبدية اللي منتظرهم، كلهم خرجوا للقاء العريس. فقامت جميع أولئك العزارة وأصلحنا مصابيحهن. شوفي الشيطان بيحط غمامة على عيون مين؟ الكسالة. ده هم من أصلحوا المصابيح وعارفين المصابيح ما فيها زيت، ويمكن ناسيين، نساهم الشيطان في أهواء العالم ومشغوليات العالم وشهوات العالم، أن يعملوا عملا صالحا يمجد أمام الله. أن الله قال كأس ماء بارد لا يضيع أجره. للأسف الشديد هم من كأس ماء البارد ده ما قدروا يقدموه لله، لكن برضو صلحوا مصابيحهم زي الحكيمات والجاهلات واحد. يعني المسكونة كلها حتكون واقفة قدام الله للدينونة. لما يأتي على السحاب في مجد عظيم حيأتي لدينونة جميع البشر، الذي عمل صالحا والذي عمل يقول لك شرا، كل واحد حيأخذ المكافأة بتحته. الجاهلات صحيوا بس بعد فوات الأوان، ضيعوا العمر في تلاهي العالم ونسيوا، لحد ما جات لحظة الموت تذكروا التوبة. قالوا للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحن تنطفي. بعد بعد فوات الأوان. يقولوا لأن واحد أساسا لما تجي سكرات الموت ويمشي للقبر ويشوف الأهوال اللي قدامه بيتذكر انه ما قدم توبة، بس بعد فوات الاوان. لا رحمة لمن لم يستعمل الرحمة، لم يجعل للروح القدس مكان في حياته. عشان كده قال لما يتفتح باب القبر بيتقفل باب رحمة الله ويتفتح باب العدل الالهي. عشان كده اللي بيقول بعد الموت ما فيش توبة. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا، ولكن كل واحد حيوقف أمام العرش الإلهي حيتحاسب حسب عمله، وما يقدر يسلف عمله لأحد إنسان آخر. يعني أنا مش ممكن مثلا ربنا حيديني عشان مثلا إنسان جنبي ولا إنسان تاني غان خطيئة وقال لك أنت تأخذ خطيئة فلان فلان وتدان بهذه الخطية. حدش بياخد خطية حد. قال لك بفمك تدان وفمك تبرر، بأعمالك تدان وأعمالك تبرر. بس نصحوهم بس بعد فوات الأوان. ولكن اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. مشوا يفتشوا في الليل على دكان يلقوا منه زيت، اشتروا أعمال صالحة، يفكروا في عمل الخير. كان الوقت فات، بقى يوم دينونة وليس يوم رحمة.
كان العريس قد أقبل على السحاب في مجد عظيم ليدين المسكون بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله. مشوا ملقوش طبعا حاجة. قال جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس والحتة الجاية الخطيرة، وأغلق الباب. يا ربي ما تغلق باب رحمتك علينا، يا ريت كلنا نذكر الكلمة دي نقولها من أعماق أعماق قلوبنا ونعمل بيها بجد واجتهاد، عشان ما نجي نفتح باب الرحمة نلقاه قفل. قال وأخيرا جاء دخلنا، وأخيرا فيما هم ذاهبات ليبتعنا، مشغولين لسه بدوروا. جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. خلاص زي ما بنقول البر برا والجوة جوة. جاء الملكوت، فين جاءت مين بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. بعد ايه؟ فأجاب وقال الحق أقول لكم إني ما أعرفكم. هل هو ما بيعرفهم؟ هو اللي خالق المسكونة إنسان إنسان وفرد فرد، ما يعرفهم؟ يعرفهم حق المعرفة، بس لما اداهم الفرصة في حياتهم الأرضية إنه يتمجد اسم الله القدوس فيهم، لم يمجد اسم الله القدوس، بل جدف عليه على اسم الله بسببهم. عشان كده شوهوا الصورة الإلهية اللي ربنا خلقهم عليها. عشان كده قال لهم أنا ما بعرفكم، الأشكال دي أنا ما خلقتها، ولا الأشكال دي ما عرفتها، أنا خلقت الإنسان على البر والنقاوة والتقوى والطهارة، فين ده كله؟ يبقى أنتوا ما خليقتي بالحقيقة، إني لا أعرفكم. مش قال كده، قال الحق أقول لكن إني ما أعرفكم. صعب جدا لما الإنسان يطرد من وجه الله يوم الدينونة، قال يا جبال اسقطي علينا، يا كام غطينا من وجه ذلك الجالس على العرش. ربنا ما يسمح لأي حد فينا إنه يقول الكلمة دي حتى ولا في سره وهو أمام عرش النعمة. عشان كده الكنيسة بترتب الصيامات لأجل نستعد وننال توبة ونقدم التوبة دي لله وتقبل هذه التوبة. مكتب كبير جدا إننا تحولنا من الشمال لليمين هذه التوبة، عشان إحنا مرات بنتزمر على الصيامات طويلة. مش كده برضو؟ ممكن برضو نقول القداسات طويلة. كل ده إيه؟ ما عايزين نعيش في حضرة الله ساعة زيادة؟ ده قال صلوا كل حين ولا تملوا، ويجب أن يصلى كل حين ولا يمل. دربنا نفسنا على الآية دي بس، إنه أنا أصلي وأعود نفسي ما يكون في ملل في صلواتي، ولا أبص لساعتي كل شوية القداس تطول أقرأ ماشي الشغل. إيه هو ده؟ أنا جاي أساسا يعني مأجور، جاي بالزمن من 6 لـ 7 وأطلع، يبقى فين البركة اللي خدتها لما أنا بحاسب ربنا بالساعة؟ هل هو بحاسبنا بالساعة لما أنا ما قادر مثلا أقعد معاه ساعة زيادة ولا نص ساعة ولا حتى ربع ساعة زيادة لحد ما أبونا يصرف الناس؟ يبقى دي صلاة قبلت عند الله؟ عشان كده قال ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. كلنا بنقول يا رب بلا استثناء، بس اللي بيقولها بقلبه وبيعمل بيها وبيبذل كل جهده إن يعيش في طاعة الله. وصعب ليه يعيش في طاعة الله؟ عشان في إبليس بيحاربني من الناحية الثانية. لكن أنا اداني السلطان، أعطانا كلنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وكل قوة العدو. ليه ما نستخدم هذا السلطان؟ ليه نخلي إبليس يلعب بينا؟ خلي بالنا العمر قصير وأقصر مما نتخيل، ولو ما عملنا حساب لربنا هنا وألف حساب في حياتنا الأرضية ما عيعمل لنا أي حساب في الأبدية. خلي بالنا خالص خالص حياتنا بنقضيها على يات صورة في هذه الأرض.
الحق أقول لكن إني ما أعرفكم. كلمة صعبة 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 جدا 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 جدا. لما أقف قدام العرش الإلهي يقول لي أنا ما أعرفكش، اذهبوا عني يا ملعين. يا ربي كلام صعب. العبيد الكسلان قال اطرحوه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اطرحوه، مش تحطوه بشويش كده وبمحنة، تطرحوه يعني ترمي من بعيد، ما معروف البعد شكله ايه في البحيرة المتقدة. ده نفسه عذاب، والعذاب قال اللي بيناله الشرير، ربنا ما يسمح لأي حد فيكم ولا فينا. قال الندم اللي بيحس بيه وهو بيعاين مكانه في الأبدية بيشهد عليه انه ضيع هذا المكان. ربنا من عدله جهز لكل انسان مكان في الأبدية، والمكان يشهد عليه، سواء هو شغل هذا المكان او المكان فاضي، وبقول له انت بإرادتك الكاملة ضيعت هذا المكان، ما ذنبي انا، فانت لا تصلح ان تعيش معي الى الأبد. انت تبعت الشيطان في هذا العالم وتبعت غوايط الشيطان وعشت لحياتك فقط، لا تستحق العيش في الأبدية في حضرة الله الآب. قال اسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. عشان كده الصوم توبة، وأخطر شيء في حياة الإنسان التأجيل التوبة. يقول لك هصلي بكرة، النهاردة تعبان، حقرأ الكتاب المقدس بكرة، النهاردة تعبان، حمشي الكنيسة بكرة، ما كل يوم في قداسين وثلاثة، هي طارت، يلا النهاردة تعبان، ويأجل في التوبة، ويمكن يكون دي آخر ساعاته على الأرض. عشان كده الإنسان الروحي وخاصة الرهبان لما يجي له فكر شيطان يقول له يا أنت تعبان ما تصليش، يقوم يقول له لا، دي باحتمال تكون آخر صلوة لي، حقوم أصلي، وممكن يكون آخر قراءة كتاب مقدس لي، حقوم أقرأ الكتاب المقدس، ويمكن يكون آخر قداس أحضره، يبقى لازم أروح القداس، لأنه ما حد ضامن عمره، عشان نأجل في التوبة. عشان كده قال اسهروا، اسهروا يعني نعيش حياة الاستعداد أيا كان، جاء في النهار، جاء في الظهر، جاء في بعد المغرب، جاء في نصف الليل، جاء في صياح الديك، أنا مستعد للقاء رب المجد يسوع المسيح. يدينا ربنا حياة الاستعداد، ويدينا حياة السهر، ويدينا أن نكمل الأسبوع المقدس جاي علينا بكل تقوى، ويكون مقبول أمام عرش النعمة لننال المواعيد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها، أمين. بصراحة تستاهل تسقيفة كمان يعني. ربنا يديم كهنوت أبونا، يدينا التوبة، يدينا ان احنا نستعد، يدينا ان احنا نعيش الايام اللي جاية دي غير اي سنة فاتت، غير اي سنة فاتت، نعيشها عصارة حكيمات. تفضلوا نسأل. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، لا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد، امين. الآن محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد.